بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو ده مش عن الجراميد ولا عن أي حاجة، الفيديو ده عن الزيارة اللي هي السياحية، لأن في ناس جت زيارة سياحية كتير وهتضر في الموضوع بتاع السياحة ده، لأن هو جاي على اللي هي أساس سنة وهي مش سنة، ده هي 3 شهور في مدة سنة، يعني لك 3 شهور في مدة سنة، لأن أنا إخواتي جو نفس التأشيرة دي، وجيت دلوقتي النهاردة أروحهم في مطار الملك فهد الدولي في جدة، فاللهم صل على سيدنا محمد. دفعت 400 ريال لكل واحد، يعني كل واحد دفع له 400 ريال غرامة، يعني الاثنين دفعوا 800 ريال غرامة بسبب ان هم اتأخروا كل واحد 4 ايام عن ميعاد التجديد. قالوا لي ان هي بتتجدد من عن طريق الاردن، وديتهم الاردن برضو نفس الطريقة، عاودوا وما جددوش، يعني راحوا الاردن برضو وما جددوش. دفعت الواحد 250 وعاود على ربنا، ما فيش اي مشكلة. بس انا فيديو النهاردة بيخص يعني الناس التانية، عشان نصيحة للناس التانية، محدش يضحك عليك ويقول لك ان الزياره بتتجدد او اي حاجه، فالزياره دي ما بتتجددش، والزياره دي يعني 3 شهور بس فقط سياحه. لو عاوز تمشي امشي قبليها مثلا ب3 ايام او قبلها باسبوع، عشان ما تدفعش الغرامه وما تقعش في نفس المشكله اللي احنا قلنا فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.